حصلت على تغييرات بسيطة في الواجهة الأمامية عن الموديل السابق اللي هو موديل 2020، بالإضافة للإضاءات. طبعا في موديل 2020 كانت تيجي فئة الفل كامل إضاءاتها LED، أما الحين في فئة الستاندر تيجي الإضاءات LED بالنسبة للعالي والواطي. طبعا تتميز إضاءات LED تعطيك انتشار أكبر، بالإضافة لاستهلاك لطاقة السيارة بشكل أقل عن إضاءات الهيلوجين. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غالين. كالعادة سادة تغطيتنا لليوم نتكلم فيها بالتحديد عن الصانع الياباني شركة تويوتا. نستعرض مع بعض تويوتا فورشن الموديل 2021 بعد التحديثات والإضافات الجديدة اللي انضافت لها في موديل 2021. من صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عنها بشكل كامل. طبعا تتوفر على تويوتا فورشن النظامين للدفع، الدفع الرباعي والدفع الخلفي. بالنسبة للفئة اللي اليوم موجودة معنا، طبعا فئة الدفع الخلفي تعتبر فئة الستاندر GX2. أما بالنسبة لعدد الأسطوانات فتتوفر منها فئتين، فئة الست أسطوانات أو في 6 وفئة الأربع أسطوانات. مثل ما ذكرنا فئة GX2 طبعا تعتبر فئة الستاندر، وبالنسبة للأربع أسطوانات ترمز لها بشكل كامل بفئة GX. فئة GX2 طبعا فئة الأربع أسطوانات اللي اليوم موجودة معنا. بعد أسعارها تبدأ أسعار تويوتا فورشنال بالنسبة للوكيل السعودي من 117,000 ريال بالنسبة GX2 فئة البنزين، 117 بالنسبة لفئة الفل كامل أو فئة الفي إكس سعرها ب 168,000 ريال. هذه بالنسبة لجميع الفئات، طبعا تختلف معك بحسب الفئات، لكن مثل ما ذكرنا نبدأ بأول فئة وانتهينا بفئة الفل كامل اللي هي تعتبر أعلى فئة ب 168,000 ريال. تتوفر منها محركين، محرك البنزين ومحرك الديزل بالنسبة للأربع أسطوانات. فئة البنزين اليوم موجود معنا. الفئات طبعا فئة GX1 و2، بالنسبة للون فكل ديزل، بالنسبة للتو كل بنزين. بالنسبة للتو طبعا يتوفر منه الفئة اللي هي دفع خلفي مثل اللي اليوم موجود معنا، ومتوفر عليها بعد فئة الدفع الرباعي. بالنسبة للديزل GX1 متوفر منه دبل ومن دون دبل. طبعا ما نتكلم عن تفاصيله بشكل كامل، لكن اختلاف في المواصفات بشكل كبير. في فئة اسمها VX لكن محركة 2800. طبعا فئة الديزل اللي متوفر منها مثل ما ذكرنا GX البنزين الديزل اللي هو بدبل ومن دون دبل، كل محركة 2400. في فئة VX محركها يكون 2800. طبعا مواصفاتها تعتبر هي نفس فئة VX اللي تعتبر 6 سلندر فئة الفل كامل، نفس المواصفات لكن على محرك ديزل، محركة 2800. نبدأ تقييمنا لفئة الستاندر ونتكلم عن مواصفاتها بشكل سريع. بالنسبة لإضاءاتها طبعا بالتحديثات اللي حصلت في موديل 2021 كانت تجي فئة الفل كامل فقط إضاءاتها LED، الحين بفئة الستاندر LED بالنسبة للعالي والواطي. بالأسفل حساسات أمامية، طبعا هذه من الإضافات الجديدة اللي انضافت لها، بالإضافة لإضاءات هيلوجين في الكشاف، وهذه إشارات انعطاف وهذه إضاءات الهيلوجين، فتحات للتهوية بالأمام. طبعا الشبكة الأمامي جاي باللون الأسود، شعار تويوتا تأكيد بالأسفل فتحات للتهوية مثل ما ذكرنا. موجود غطاء من البلاستيك الصلب، حماية طبعا للسيارة أكيد بشكل كامل. جنوط كروم، بنشوف مقاس الجنط وتفاصيله بعد شوي بشكل كامل. دعاسات جانبية، إشارات بالمرايات، المقابض كلها عليها كروم بشكل كامل. جناح خلفي
بالنسبة للجزء الخلفي، جناح خلفي وحساسات خلفية. طبعا أكيد مضاف فيها كاميرا خلفية متصلة بشاشة أمامية، شعار الفئة اللي هي جي إكس، هذه فورشنال أكيد مكتوبة بالخط العريض. ما تعتبر هي أصغر سيارة ثلاث صفوف، لأن في منها أصغر منها دفع خلفي تويوتا رش. طبعا تويوتا رش تبدأ أسعارها من 71 شامل الضريبة إلى 77 أو 76 شامل الضريبة. نسيت أذكر لكم طبعا الأسعار اللي ذكرتها ب 117 ألف انتهاء ب 168 ألف كلها شاملة الضريبة. نشوف مسألة تقييم استهلاك الوقود، أكيد البعض يهمه كل لتر بنزين يمشيك 17 كيلو فاص، المعذرة 10 كيلو فاصلة 7. التقييم متوسط بنزين 91 دفع خلفي 2021 شاحنة خفيفة، سيارة متعددة أغراض. طبعا بالنسبة لسعة استهلاك سعة خزان الوقود تقريبا 70 لتر. هذه مواصفاتها بشكل كامل بالنسبة للشكل الخارجي أو التصميم الخارجي. على ذكر التصميم الخارجي، بالنسبة للتصميم الداخلي طبعا نفس المواصفات ونفس المميزات في الموديل السابق اللي هو موديل 2020. الشكل الداخلي ما تغير فيه له ولا شيء، نفس المواصفات ونفس المميزات. لكن نسيت أتكلم طبعا بالنسبة لموديل 2020، من متأكد هل كان فيه فتحات تبريد في الدرج اللي هو للأمام الراكب أو لا؟ فهذه النقطة ماني متأكد منها، لكن اللي متأكد الحين إنه في موديل 2021 ما في فتحات للتبريد داخل الدرج الأمامي اللي هو أمام السائق أو أمام الراكب، المعذرة. نظرة سريعة لداخلية تويوتا فورشنر. هذه نوافذ كهربائية بشكل كامل، مقابض داخلية كروم، هذا الجزء جاي مخمل. طبعا بحكم انه فئة ستاندر فتفاصيله تعتبر بسيطة. تحريك المراتب يدوي، تحكم على الستيرينج او تحكم بالدركسون. هذا مفتاح تويوتا فورشنر فيه الفتح والاغلاق بالنسبه لفئه الجي اكس. اما بالنسبه لفئه الفي اكس فنفس نفس مفتاح الجي اكس ار. نشغل الشاشه ونشوفها مع بعض هي شغلنا السيارة. هذا الجزء جاي كله بيانو بلاك، الجير 6 سرعات طبعا، فيها 6 سماعات اكيد، ارباقات امامية وجانبية كلها موجودة عليها، الشماسات ما فيها مرايات. مثبت السرعة نفس النظام في مثبت السرعة على تويوتا بسيارات بشكل عام، لكن في الموديلات الأخيرة طبعا تطور شكل مثبت السرعة، صار بالعكس على الستيرينج مو منفرد بشكل أو بآخر. حملات أكواب اثنين أكيد، التكييف غير منفصل. هذه الشاشة طبعا كاميرا خلفية، منفذ USB ومنفذ UX. الشاشة اكيد فيها معلومات بسيطة فقط، فيها معلومات بسيطة بلوتوث والFM والUSB والUX، تفاصيل بسيطة نقدر نقول. درايف مود وفيها تراكشن ومانوال انزلاق. تحكم بالستيرينج او تحكم بعجلة القيادة جاي فيها اوامر صوتية وتحكم بالميديا وتحكم بعداد الرحلات. طبعا عداد الرحلات هذه
ضغط الكفرات، كل الأنظمة موجودة أكيد عليها. RPM 7، السرعة 200. هذه تفاصيلها بشكل كامل. مثل ما ذكرنا 6 سماعات، بنشوف الجزء الخلفي، طبعا إضاءتها الخلفية جاية LED. هذا الجزء الخلفي، منفذ 12 فولت بالإضافة ل USB، وتكاية بالوسط، فتحات تكييف بالخلف. سيارة جميلة بمواصفاتها، تعتبر جميلة. هذه أدواتها، طبعا سجادة الصلاة ما شاء الله، دعاسات بشكل كامل، طفاية وأدوات السلامة. هذه الطفاية وأدوات السلامة. المرتبة اللي بالوسط مع المرتبة اللي هو بالأخير الصف الثالث، تعتبر المساحة فيها جيدة أو مناسبة. يا ما شفت ناس كبار في السن يركبون في المرتبة الثالثة، بغض النظر مو مثل بعض السيارات اللي هي متنوعة من الشركات الثانية، تكون المرتبة الأخيرة فقط لصغار في السن. أما تويوتا فورشنا في المرتبة الأخيرة، حتى فيها كبار بس بالعمر بيركبون بالمرتبة الأخيرة. طبعا السبنة بالأسفل، فتحات للعادم أكيد. هذه أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك. في أمان الله. نظرة سريعة على غطاء المحرك. الدفع الخلفي، في أمان الله.